لانه كاين بزاف رسائل تلحقنا عبر صفحات التواصل الاجتماعي، بزاف خوف، بزاف تلاميذ يقول لك استاذه واش ندير، خفت خلاص نسيت كلش. كاين تلاميذ ما يقدرش البارح لي كامل بدا الخوف بزاف، نسي نمدوا شويه نصائح على الاقل. كاين بزاف خطا التلميذ نهضروا معاه يقول لي استاذه ريحت اللي فات مديتي لي شويه مواضيع شويه نصائح راني ريحت الحمد لله يا ربي. من بين النصائح اللي نمدوها التلميذ، اول حاجه اليوم يديرها التلميذ انه لازم يحضر ادواته اللازمه الامتحان غدوه، باش غدوه ان شاء الله ما يقومش الصباح ويبدا يحوس على الاستدعاء بطاقه التعريف الوطنيه اللي هذه ركز عليها بزاف تلاميذ. لازم بطاقه التعريف الوطنيه اذا تودرت ولا تبحرت بطاقه يجيب جواز السفر يقدر يسمحوا له باش يدخل به، المهم بطاقه هويه تحدد هويته لانه ما يتقلقش عادي. فما يخش الاستدعاء نصيحه عند التلاميذ بزاف بزاف، كاين اللي يضيعوا استدعائهم في اللحظه الاخيره. انا نفضل التلميذ يدير عده نسخ عادي، يدير ربع نسخ، يدير نسخه في سياره الاب تاعو، يدير نسخه في المنزل، نسخه في المحفظه الفلانيه. كاين فتاه تغير الحقيبه تاعها دير عده نسخ هنا باش اي نسخه تغير تقدر تتصل يجيبوا لها النسخه اللي راهي اللي تبحرت هذه الاولى. فيما يخص الادوات اللازمه انه التلميذ لازم يجيب ادواته باش ما يبقاش في نص الحصه. والحقيقه احنا احيانا انا بصفتي استاذه حارسه في البكالوريا فدوا ان شاء الله عاد ميانا كاع مجندين في خدمه التلميذ، حبينا نفهموا هذا التلميذ باللي احنا كل اداره من الحارس الى الاستاذ الى رئيس المركز كلنا احنا في خدمتك غدوه. احنا مسخرين في خدمتك باش تكون انتايا في اريحيه نفسيه. كاين تلقى طبيب نفسي، تلقى طبيب عام، رجال الحمايه المدنيه، الشرطه، الامن، المدراء، كلش موفر خدمتك. احنا غدوه نوفرك انت باش عندك راحه ماشي باش تخاف منا. احنا جينا نعاونوك باش نوفر لك هذه الراحه النفسيه باش تخدم بكل اريحيه. والبكالوريا دائما نقول للتلاميذ هو امتحان كباقي الامتحانات، برك فيه شويه هذاك الخوف ما تفهمنيش كي نقول لك باقي الامتحانات بالك دوكا تضحك تقول لي كيفاش باقي الامتحانات، نهار الجمعه عاود ولا هذا الفيديو يوتيوب اللي باقي الامتحان نفس الامتحان. لكن فقط فيه نوع من الخوف. والنصيحه اللي نمدها بزاف بزاف هو الاولياء، اولياء بزاف لنا الاولياء ياثروا بزاف على التلاميذ. تسيبي الولي التلميذ يخاف اكثر من التلميذ. يعني ولي التلميذ الحق وين انه يروح مع التلميذ الباب الثانويه، انا نفضل له انه خلوا التلميذ حر، معليش نلحقوا الباب الثانويه ونروح لكن ما نقعدش هذيك المده كاع وانا برا ونستنى فيه واش طاح في الامتحان، اكتبت ما كتبتش، لازم تاكل هذه، لازم تشرب هذه، لازم تنوض هذا الوقت. خلوا الطفل شويه في اريحيه نفسيه لانه هذاك الضغط حيزيد له الخوف. عبرهم بلي الخوف الجانب النفسي اثر بزاف على استرجاع المعلومات. انه الطفل كيكون خايف هو ما يقدرش يرجع المعلومات، يبقى يخمم انا ما نخدمش، الام تاعي تسنى، الاب تاعي يتسنى، الحكومه يتسنى، اللي ما على بالوش قبل عنده باك هذاك النهار يسقسوا عليه اذا عنده باك. وفي كامل في كل مره نوصيو الطلبه ايضا الممتحنين بمجرد ما تكمل الماده الاولى انساها خلاص. صح. حطها على جنب. كاين بزاف اللي بقاو مركزين على اصحابهم كيفاش جاوبت واش كان نوع الاجابه نتاعك، انا غلطت انا درت انا. صحيت. كاين اللي يجوا في فتره مسائيه تجي طفله تبكي ولا تقول لها شكي تبكي تقول لك ما خدمتش خدمت الصباح. ومن بعد كي تخرج النتيجه تلقاها مثلا في اللغه العربيه صباح ادب عربي اللي كانت تبكي على جالها دات 15 ولا 16، وفي الشارعه اللي قالت لك ما خدمتش دات 9 و10. صح معناتها ما تقدرش، هذا امتحان. صحيتي لانه على خاطر الانسان يكون خايف يعتقد انه ما جاوبش. هو خوفا فقط. هذه النصيحه الاولى. النصيحه الثانيه فيما يخص المواضيع، كل المواد عندهم موضوعين. كل المواد عندنا موضوعين، هذه المواضيع تنحل في احد الاقسام في احد القاعات، بعد ذلك تحسب تقسم الاوراق وتقسم على باقي القاعات. تستغرق وقت معين 15 دقائق تاخر. بزاف تلاميذ يقول لك استاذه ديتونا من وقت صح. اتاكد باللي اي وقت ضاع هو من اجموش وقت ضائع لانه تقسيم الاوراق هذا بروتوكول يستعملوه. اتاكد باللي هذاك الوقت الضائع راح نعوضوهم بعد في اخر الحصه.